إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أعلنت نجلاء عبد السلام زوجة الفنان مجدي عبيد عن إصابته بجلطة في المخ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مما جعل الكثيرين يدعون له بالشفاء. كان مخنوق من يومين. بهذه الكلمات كتبت إحدى متابعات وصديقات الفنان مجدي عبيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت: وأنا اللي كنت داخل النهاردة أعزمك على الفرح، أبويا وأخويا الكبير اللي بحبه وبحترمه، كلمتك من يومين وكنت مخنوق بس ما تصورتش الحزن يوصل لجلطة في المخ. ربنا يشفيك وتقوم لكل حبايبك وأهلك بألف خير يا رب. من هو مجدي عبيد؟ مجدي عبيد هو ممثل مخرج مسرحي مصري، شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل حديث الصباح والمساء، وكانت آخر مشاركاته كممثل في مسلسل أفراح القبة، كما أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها جحا وبقرة السلطان، وده كان عام 1986.